كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليثي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، وكلمة ونص معاكم عمرو الليثي. وإحنا كنا اتكلمنا عن إدمان الفيسبوك وإزاي إن العلماء بيحذروا الناس من الغرق في العالم الافتراضي، وإن اللي بيتعود على الفيسبوك ما يقدرش يسيبه، ومش بيتعامل معاه على إنه مفيد أو وسيلة تواصل اجتماعي، لا، طريقة بقى إيه؟ ضياع وغرق. نفس الباحثين بيقدموا نصايح لمدمن الانترنت وتحديدا الفيسبوك وازاي يتخلص منه. اول خطوه للتخلص يا جماعه من ادمان الفيسبوك والشبكات الاجتماعيه، يا ريت نجيب ورقه وقلم عشان حمليكم الوصفه والمقادير. اولا، ان المستخدم يحدد الوقت اللي هيقضيه قدام الفيسبوك، اظن مفهوم، ويعترف كمان من جواه بالاضرار اللي ممكن تحصل له من الفيسبوك وانه فعلا محتاج يتعالج. اتنين، اذا كنت بتقضي اوقات ساعة او ساعتين او ساعات تلاتة، ماشي، ممكن جدا تنظبط وقتك. اما بقى اذا كنت بتقضي اكتر من 7-8 ساعات، فحضرتك كده بقيت ايه؟ مدمن، ولازم تعترف انك مدمن، وحالتك خطيرة وميؤوس منها، ولازم تتعالج فورا والا هتروح وتضيع. لازم تعترف بالاضرار وتكتبها قدامك وتحطها قدام عينيك، وكل ما تيجي تفتح الفيسبوك افتكر انك انت هتخسر. حاول تستبدل الفيسبوك بشيء ممتع، شوف فيلم، ارسم، العب، اجري، اقرا، ارجع للواقع وابعد عن الفيسبوك اسبوع، اشغل نفسك بحاجة مفيدة او عمل انت كنت مأجله، ارجع لاصحابك وحبايبك واهلك الطيبين، حاول تتواصل معاهم مباشرة، تشوفهم، تضحك معاهم، سيبك شوية من انك انت بتنتظر اعجاب الناس بيك افتراضيا، وحاول تتعالج من الفيسبوك، وبعد ما تتعالج ممكن ترجع تاني تستخدم الفيسبوك زي الناس الايه؟ الطبيعيين. بس اوعى ترجع للادمان، لان ادمان الانترنت زي ادمان المخدرات، ممكن يرجع ساعتها ما تعرفش تتعالج منه تاني. خلوا التكنولوجيا نعمة تواصل مش نقمة وانعزال، وانت يا عم حر في النهاية، وذنبك على ايه؟ على فيسبوكك. دي كلمة ونص النهاردة، وكان معاكم عمرو الليثي. وبكرة كلمة ونص. اعداد اكرم القصاص، اخراج تامر حسني.